احلى الفطير بارطاج اخوتي بارطاج الله يرحمكم الوالدين. السلام عليكم. زيدو السلام عليكم. الله يرحمكم الوالدين. زيدو السلام عليكم خوتي. هنا كيسكنوا الناس حتى شي واحد ما خدام وكل شيء صايم وحتى واحد ما عنده باش يتسحر وحتى واحد ما عنده باش يفطر. اجي تشوفوا. الله المستعان الله المستعان الله المستعان. السلام عليكم. الحاله الاولى هي جينا حنا صدفه. السلام عليكم. الله اكبر. كي جرى سيدي؟ هضر اخويا. كلشي بخير؟ امور مزيان الحمد لله. الله يجازيك سيد راه معاق من يديه ما خدامش وتيصرف على ولدو. عندهم واحد ولدهم من الصحراء هو اللي كيصيفط لهم تبارك مره في الشهر. هو هذاك ولدو مسكين هي كاع قبل القمت. شفت هاد الناس كثيرين. يلا اجي معايا اخويا. الله اكبر. يلا اخويا زيد. السلام عليكم الوالد. مرحبا بعد دقيقه. هاد السيد شهرين ما خرجش. السلام عليكم. جابوه الناس من الزنقه طاح تهرس في رجليه شهرين هو طايح في الركله. فرحم لكم الوالدين. احنا بعدا راه درنا اللي علينا اوصلنا لكم الرساله. زاوي بارطاجي واللي كيشوف هذا اللايف بارطاجي. الله يرحم ليه الوالدين. شوف السيد كيف الله يجزيكم. لا اله الا الله. محسن الله يجازيكم بخير. الله يرحم والديك. الله يرحم والديك. بارطاج بارطاج الله يكرمكم. انا كنت جاي لايتي ورجليا وما تنخرج كان تما ما تنخرج ما تنخرج كان حتى تما. لا لا يا عليا ورجليا الله يكرم والديك. راه جوج الناس اللي دخلوني تاني هنا وهذا اللي ما عرف. راه جوج الناس اللي دخلوني يهزوني حتى شافوا لي هنا. وراه جوج شهور هادي ولات انا هاد الحاله هي هادي عمري. الله يخلي الحاله مزيانه. الله يحفظكم. اله الله. راه جوج شهور هادي عمري انا فهاد الحاله هاكا ما يجوش ليا. الله يبقى الحاله مريم. الله يحفظكم. صوروا اخويا صوروا وبارطاجي. بارطاج اخويا. حنا راه ما عندناش لك الجد ولكن بارطاجينا اللي باش اللي عندهم الجد يشوفوا. الله يخلي الحال مزيان امولاي. امين. الله يخلي الحال مزيان. امين. غادي نعاودو نرجعو عندكم. الله يحفظكم امولاي. غادي نجيو عندكم. ايوا اخويا. يلا اخويا نمشيو نخليو. يكون هاني يرتاح. استغفر الله بخاطرك ما يكون غير الخير. صور اخويا هذاك. السلام عليكم ورحمه الله. الاخوان كيف حالكم؟ بخير كلشي مزيان. الله المستعان. المهم كيف ما تنقولوا كاملنا فقراء الحمد لله وكاملنا تنحسوا براسنا مخصوصين وكاملنا. ولكن هاد الناس تحت الصفر صاحبي ما تشوفوش. هاد الناس ضروريين بزاف. شي حاجه اللي ما يتخيلهاش ليك الدماغ كاع. الله يجازيكم بخير. بارطاجيو هاد اللايف والله يجازيكم بخير. شي محسنين لا بغيت تعاونوا مع هاد الناس راه بزاف. تحت الصفر تحت الصفر ما لقاش باش يتسحر حتى تجبد يد فيها حتى قال لك تهرس في رجليه شهرين ما خرجش كاع. شي حاجه راه اكثر من بزاف. الله يرحم والدينا الاخوان. صافي نقطعوا اللايف ياك اخويا. الله لا اله الا الله اخويا. السلام عليكم ورحمه الله.